اهلا بيكم النهارده بحبايبنا باذن الله. كده انتم منوريننا ومشرفينا باذن الله. نعمل حاله رق النهارده باللحمه المفرومه كده. بس انا هعمل ايه العجينه في البيت. احنا عندنا ايه الجماعه الارياف بيحبوا يعملوا عندهم في بيتهم العجينه الرق ديت. وانا هعمل لها صينيه رق النهارده باللحمه المفرومه وكلنا مع بعضنا كده هنشوفوا هينتجوا معانا. هبدا دلوقتي تشوفوا انا هعمل عجينه ايه العجينه ازاي بتاعه الرق. ماشي معايا اهوت تشتي معايا. اول حاجه الدقيق بحطه في التشتي منخول جاهز عندي اهوت زي ما انتم شايفين اهوت. ادي عجينه الرق ايه يا دوبك ميه وملح بس. بس اهم حاجه عندك تخلي ايه تخلي بالك قوي قوي من العجينه. لو اضطرت منك وانت ما عندكيش دقيق هيبقى صعب عليكي قوي قوي قوي. انت لما يكون العجينه يابسه انا عندي احسن ما يكون طريه. ادي اهيت ميه حطيت اللي حاسب ملح والدقيق اهوت زي ما انتم شايفين. اهم حاجه زي ما انا قلت لك ايه عندي تبقى يابسه ولا تبقاش طريه. عشان لو يابسه انت هتتصرفي فيها لكن لو طريه انت مش هتعرفي. لو ما عندكيش دقيق مش هتعرفي تعمليه. هتعملي بيها ازاي؟ هتضطري منك مش هتعرفي تعملي بيها اي حاجه الا لما كان بقى لو اضطريها بزياده تاني وتحطي لها حبه خميره وتعملي لها عيش. لكن زي ما انتم شايفين اهو حبه بحبه بسيطه ميه. احنا عندنا في الارياف كده بنحب نعمل ايه العجينه في البيت والرق في البيت ونعمل باللحمه المفرومه ونعمله مغطس نحمر على السمنه البلدي فوق على العين من فوق واحده بواحده برده كده يبقى ايه زي الفطير المشلت. ماشي زي ما انتم شايفين عجينته ها عادي خالص سهله خالص ميه وملح بس. ده عجينه الرقاق. انا عندي برده اهوت عجينه برده انا بوريكي بس ده نتيجه العجينه زي انا ما قلت لكم. العجينه لو اضطرت شوف انا كده اهي حاسه ان هي مثلا يابسه في ايديا لا اهي عندي حبه دقيق برده تاني زي ما انتم شايفين. انا بقول لك ايه اهم حاجه ايه يكون عندك يابسه عشان لو اضطرت من هنا لو ما عنديش دقيق مش هعرف اتصرف في العجينه زي ما انتم شايفين اهو. وزي ما انا بقول لكم انا ممكن اعمله باللحمه المفرومه ممكن رق مغطس بس كده بشوربه بيضة واحط عليها سمنه بلدي وممكن احط مثلا احمره من على العين من فوق برده واحده واحده. وممكن ما اعملوش باللحمه المفرومه برده اعمله صينيه زي ما بدل ما احط لحمه مفرومه عادي ما فيش لحمه مفرومه ممكن ارص في الصينيه برده وادخله واطلع اقطعه برده. يبقى دي برده ايه فطير بالسمنه البلدي بس من غير لحم. بس افضل واحسن اللي انت بتحمريها من فوق. لو ما عندكيش لحمه مفرومه بتحمريها من فوق واحده بواحده تبقى زي الفطيره المشلتته كده وتحطها في الصينيه بتبقى جميله جدا. يعني تخرجها عندي ها دي عجنتها اهي زي ما انتم شايفين اهو واطبقها. عجنتها سهل جدا جدا اهي شايفين اهي زي ما انتم شايفين اهو. اهم حاجه تتوه الدقيق كده اهوت كله زي ما انتم شايفين عشان ما يبقاش في الطشت. مثلا ممكن لو عايز تعجني في طشت بلاستيك ماشي طشت المونيا ماشي اللي عندك زي ما انتم شايفين اهي. اهم حاجه تطبقيها كده اهوت اهيت وبمسك ايه انتوا شايفينها كده ها اهي عشان لما تطبقيها تقوم العجينه ما تفلقش منك خالص. تطبقي العجينه اهو وادي عندي هقطعها تستريح 10 دقايق وايه وهفردها وهعملها ايه فطير بتاع دوت رق زي ما قلت لكم باللحمه المفرومه. همسك عصج اللحمه المفرومه كانك بتعملي مكرونه بشاميل. اللحمه المتعصجه معروفه في اي حاجه هي ايه لحمه معصجه للمكرونه بشاميل للرقاق لبطاطس مثلا هتحشيها اي حاجه. انا كده ها ادي العجينه اهي شايفينها لينه وجميله ازاي اهي زي ما انتم شايفين كده اهو. بمسك اهيت اجيب شويه دقيق كده اهو بقعر الطشت او في الصينيه او لوح كده زي ما انتم شايفين. بمسك اعملها ايه زي ما انتم شايفين اهي اهيت زي ما انتم شايفين. كنت وانت براحتك بقى عايز تقطعها كبيره تقطعها صغيره على قد صينيتك. لكن احنا عندنا في الارياف بنعمل الواحده قد كده لا عندنا الصواني يعني بنعملها. ممكن نعمل في صينيه الاكل الكبيره برده وممكن نعمل في الصينيه المدوره يعني زي ما انت شايفه براحتك كبيره صغيره دي حاجه ترجع براحتك. والعشر دقايق بتاخد 10 دقايق بس تستريح يكون انت ولحت فرنك وجهزت النشابه بتاعتك وجهزت العود بتاعك شوف هتعملي عليه شوف هتخبزي على المطرحه ماشي انت وشطارتك بقى.
الست الشاطره تعمل كل حاجه. وزي ما انت شايفه اهو، احنا قلنا تستري 10 دقايق اهو، دول اهوت انا عجنتها. عجينه ما بتاخدش ولا 5 دقايق، بس اهم حاجه ايه؟ تعجنها وتطبعها كويس عشان ما تفلقش منك ولا اكتر ولا ازيد. ادي استي، عندنا العجينه تستريح اهيت 10 دقايق، وعندنا العجينه كده كده عجناها من بدري ومخليها مستريحه. بس انا بقول لكم الطريقه بتاعه العجينه، انا عاجنه عجينه من بدري اهي زي ما انتوا شفتوها كده اهيت، دي انا عجناها من بدري. همسك اهيت ارقها ماشي زي ما انتوا شايفين. بجيب الدقيق اهو عندي اهم حاجه، وعندي ديت اهي زي ما انتوا شايفين اهوت ماشي. والدقيق على اهم حاجه الدقيق، كل ما تحطي لها دقيق كل ما تديكي ايه اللي انت تاخدي وتدي فيها براحتك يعني. ممكن انت بقى لو شايفه العجينه كده اهوت. الرضا على فكره بيحب اللمه، يعني اللي يعمل واللي يساعد واللي يبطط واللي يقطع. بس قدر الواحده ما معهاش حد مش هتعرف تعمل يعني في بيتها وياكله، لا هيعمل برد اهو. زي ما انتوا شايفين اهوت، هخلصهم واعمل بقى ايه؟ عصج اللحمه، عندي ديك بلد اعمل عليه، عندي بطايه. وعلى العموم يعني الرقب اللحمه المفرومه دي ما كانش برضو بطايه وزدايه، فرخه فرخه سمينه كده حلوه، اللحمه عندك شوربه جميله كده زي ما انتوا شايفين اهوت عندي. ممكن اللي عايز تعمل على النشابه ماشي، عايز تحط على المطرحه ماشي زي ما انتوا شايفين كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. انا بقول الرقب بيعوز كتير، بس انا بقى على قد بعمل واحده بواحده. لو معانا مثلا سلفتي او حد حبايبنا صراحه بنعمل كتير وبنعجن وبنشوف ايه. واهم حاجه اول ما تخش الفرن اعملها كده تبقى شكلها جميل زي ما انتوا شايفين اهو، عشان تستوي من اليمتين اهو. زي ما انتوا شايفين حطيت واحده. انا بقول الرقب بيحب ايه مثلا الكتره، بس انا طبعا لوحدي برضو لازم اعمل لعيالي واكلهم برضو، عشان انا لوحدي ومش هعرف اعمل يعني. لا ان شاء الله برضو هعمل اهوت. وزي ما احنا قلنا الانسان متى ما عاش بيتعلم، طول ما مثلا فيه عين بيعمل بيعمل كل حاجه. بس انا برضو الندى والشكر لربنا لحماتي، حماتي هي اللي علمتني في ايه الرقه دي بالذات صراحه يعني. الرقه والفطيره ما كنتش قوي فيه برضو، هي برضو اللي علمتني. كانت تقول لي يا بنتي هاتي اي عصايه واعملي، بكره يبقى لكي سلفه محدش ما تحتاجيش لحد عشان تعرفي تعملي لعيالك. وفعلا الحمد لله الرقه دوت انا عملته لعيالي وعملته لناس كتير يعني، الحمد لله مش شكرانيه في نفسي انا. لما نحط حاجه في راسي بنعملها كده زي ما انتوا شايفين اهو. يعني انا عندي سلافي كل يوم يقولوا يعني سبحان الله هي ما كانتش جايه بتعرف تعمل الرقه، هي بتعمل احسن مننا دلوقتي. واهو زي ما انتوا شايفين اهو، هوت الدخان صراحة ايه. انا قلت اهم حاجة نحطه ايه الدقيق، عشان ولا هتلزق في الطبلية من تحت ولا تلزق في العصاية زي ما انتوا شفتوا اهو.
كده انا خلاص اهوت، قربت اخلص. ماشي، هقوم بقى اعصج اللحمه واعمل ايه رقب اللحمه المفرومه. والنهارده بقى تبقوا ايه، تقولوا ايه رايكم بقى ايه في الرقاق، بس ما اعمل صينيه اللحمه باذن الله. ماشي، زي ما انتوا شايفين كده انا خلصتها، وهرجع لكم تاني. انا خلصت خلاص وهرجع لكم تاني ونشوف ايه الحلقه. كده انا خلصت الرقاق وهرجع لكم تاني تشوفوا هنعمل ايه.